انت كنت مبطل فكرة، انت والله قاعد نحفال متغير، شو الجسم هذا ما شاء الله، شو محليان. المشكلة كلكم ممثلين أبو طقة، هذه المشكلة. انت كنت مبطل السبيكر وانا قاعد اكلمك؟ طبعا بطل سبيكر. ليش؟ ليش؟ منو اذلك تسوي هالشي؟ سؤال، اكلمك كل ما اكلمك هذا منو اذلك تسوي هالشي؟ منو قال لك؟ منو عطاك وقال لك يا سعود بطل سبيكر وانا قاعد اتكلم معاك؟ شوف ما سكتي بلسبك بذا، بخلي الحلقه الجايه تبثون عنك خبر. قسما بالله العظيم هذا انا بجلدك فيه. انت كنت بطل سبيكر وانا قاعد اكلمك ولا لا؟ لا. ايوه اوكي. اي نعم كلام صحيح. لا انت قلت لا، انت ما تجي الا بالعين الحمراء. انزين اقول اسمع يا ممثله فاشله، انت ما خليك تمثلي فيلم هندي اصلا. فيلم هندي ذا المفبرك اللي يطلق وما يموت ويشخط خياب موزه. سعود بقول لك شيء، انا وقعت مسرحيه وكذي وبروح وبروح السعوديه ان انا اعرض فيها، راح تيجي تشوفني؟ طبعا لا. ليش؟ اترك كل الفنانين واروح اجي تعبك انت، صاير بالدنيا. اي وليش ما تيجي تشوفني؟ ايش تبي؟ شايب فيك اشوفك انت؟ انت حصل لك الشرف اساسا تيجي تشوفني؟ مالك انت؟ ده انت تدخل التاريخ لو جيت شفتني، انت بتهرج ولا ايه؟ مالك انت؟ شايف نفسك علي انت؟ عند لو اجيهم من 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 المدرجات ادخل في المسرحية امثل احسن منكم كلكم. والمصحف؟ استغنى عني سعود، ما تقدر. بس خلاص يعني جمهورك يبيني وانا جمهوري يبيك. جاني الجاثوم ست مرات. شنو؟ امس نمت جاني الجاثوم ست مرات. اي انا. قولي ليه؟ ليه؟ جايين. كل ما يقولني على هيئة وجهك. الجاثوم انت. الحب ما قتل. ما قتل، تريتيني ست مرات يخرب بيت. الحب ما قتل. يا جاني العطر، عطرها خايس وجايبته بدون نفس. بس. قول والله، مو انت اللي طالبه؟ انا طالبه بس العطر جايبته بدون نفس انت. ما له شغل، انت اللي طالب الاسم، انا كنت بغيت اجيب شيء على على ذوقي انا، انت اللي ذوقك خايس ووجهك خايس. اقول اسمعي يا رانيا الممثلة الفاشلة، تمثيلك فاشل؟ ولا كل المتابعين يصلني يقولون تمثيلها خرطي بس قاعدين جاملها علشانك. لو انا امثل اقوم من امثل في الديوانيه اقدم احسن من مستواك. المره الجايه اذا شفت مستواك زي كذا بفص رقبتك. فاهمه ولا ايش فاهمه؟ ام وريني كذا مشهد من اللي انت بتعمله من اللي انا عملته. ام وريني ابداعك. ام يا فاشل. ايوه يا مرسي. يلا مالي مرسي. ايوه سمعت يا نبر الزمالك يتكلم عليا من ورايا. هذا الكلام صحيح من الزمالك. اسمعي من الزمالك الحين تروح له تقول له الشيخ سعود براسه ولسانه واعضائه الجسميه يقول لك الزم حدك وحط لك حدود والعين اللي ما تكبر تصغر، فاهمك؟ وقل له يسلم عليك ويقول لا ما يسلم عليك، يقول لك العين بحر ويقول مثل شو اسمه قل له، فاهم؟ يلا انصرف يلا. كيف؟ ايش عرفك التمثيل انت؟ التمثيل من زمان وجدي محمد رمضان شيئا. اي انا لو بشوف محمد رمضان من جين اشوفك انت. اي هذا هو فاشل عادي. بعدين تغيران ميت ميت. شوفي التعليقات شو يقولون، جامد يقولون جامد. اي طلق انا ولا هي شباب في التمثيل؟ مو انا اكيد انا. والله انا استحي اني اقارن نفسي صراحه. اكيد انا هذا شيء. لا انت ليش انت؟ لان شيء ما له داعي ان انا اتكلم واقول انا المبدعه. اقول لك اسمع بس اسمع اسمع والله اسمع اسمع بس اسمع يا استنى بس يا ود اسمع بس هقول لك اسمع بس. تفضل. انا معرض علي مسرحيه عشان اقول لهم وين بتنعرض؟ عشان يقولوا لي بالسعوديه. طالبه اسمع بس اسمع اسمع يعني جايب لكم ممثل اقسم بيت الله جوهره صدقوني راح بالتمثيل صدقوني راح يكون دخل بالمليارات عليكم. ممثل والله اني احس انا داخلني دقيقه مليارات داخلني هنا داخلني جوهرات فن.
في التمثيل. سأخ ما اسمح حد بقدر ذا الشيء. مليارات يا سعود. اقعد اخرب خشمي دقيقة. مليارات يا سعود، ما دام الكذب اقسم بالله العظيم والفشر اللي انت بتكذبه اقسم بالله والمصحف. اسمع بس اسمع. تفضل. انا كانوا يقولوا لي رانيا بنعرضها بالسعودية. اول ما سمعت سعودية كانوا يقولوا لي سعود. مستحيل. لا 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 لا. قلت سعود؟ ان شاء الله يبط سعود. قولي امين. تسمع. طالب طالب قولي ابغى. طب بس اسمع. كان اقول يعني انا راح اشوف سعود. تقول ايه؟ قلت له خلاص انا بحجز حق سعود الكرسي اللي قدام في اي بي. قولي والله. والله العظيم اقص شعري لو ما سويتها. زين شعرك عاد كله قرايه. انا قاعد اقول لك يعني عشان اقول لك يعني طيب اعطيني شيء ثمين اكثر من. زين اطر بس اطر بس خليني اعيش يا ابن الناس خليني اكمل يا ابن الناس. ابسط حقوقك ابسط حقوقك. ايش 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 خليني نكمل بس كذي اللي انا كنت قاعد اراجع المشهد هذا عشان اقول لك يا اسمع 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 بطني بسرعه. شنو قاعد كذي كان اقول سعود سعوديه وأنا بطولة بالمسرحية وطالعة كذي يعني ميلة الجميلات إيش فيك؟ أفلون قولي أفلون بعد أفلون وأفلون سوء بيضا ضل كتم شنو؟ يا سعود خلنا نكمل يا سعود يا أخي أفلون سيارتي إذا شكو أنت بأفل سيارتي خلنا نكمل يا ابن الناس أسانا مرك فيها ووديك لوليتين عتزلك فندق أي أوكي أوكي أي صح صح كلامك وتيب لي ورد وما أدري شنو كذي عرفت ورد إذن اسمع اسمع بس المهم كان طالع كذي كان أقولهم خلاص قلت له أول أديرة وين بنعرض فيها كان أقوله بالسعودية قلت له تم على طول أنت جيت ببالي كان أقول إن شاء الله أول ما نعرض بالسعودية كان أقول على سعود وقول له تعال ترى كرسيك قدام في آي بي موجود عشان تشوفني أعطوني جوائز وكذا لأفضل مستمع أنت ليش مصلحتي بس أنا أقول أنا الجائزة لو أخذها بعطيك إياها أنت كل اللي هامك الحين الجائزة واللي هامك الكلام اللي أنا قلته أن أنا بحجز لك رجل قدام اللي هامني اشوفك مسرحيه واقول كذا رانيا احبك اي تقعد تصورني كذي وما ادري شنو تقول لي إيه هاي هذه انا اعرفها يا رانيا رانيا عرفت اي ابي كذي والله شيك بس أقولك على شيء تكفى لا تلبس لي بدلة مايكل جاكسون وانت جاي يعني خليك ضرب كذي بملاك لا لا البس إذا مسكت لا 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 تلبس ساريها 270 وللحين ما لبستها أساس إني أروح لدبي فيها ما رحت لا تلبس يا سعود لا تفشلنا سعود لا تفشلنا يعني أنا نفخ صدر فيك وقاعد أقول إيش حالاته ما شنو هذا كشخة وتتبوس وما أدري شنو وهذا رجل أعمال كبير وكشخة لا تفشلني سعود لا تفشلني ابغى من نسخه طلبتك والله بس دلح يا طالب دلح قصدي طالب دل القدله طلبت ابغى لو رحنا الرياض تعطيني رخصتك ابغى اطلع فيها جي كلاس تأمين شامل عشان ما معي رخصه انا الحين ما طلعت عشان اروح فيه للحفله جي كلاس كذا برابوس من داخل برتقاني وفوق في نشاط ونجي والله احس شحات والله يا ايه يا ابني شحات ألطم أشقه دومي أشقه دومي منك أشقه دومي سعود أشقه حاد أمسكي أقول لك على شيء أقول لك على شيء خل ملابسك أنا بشتري لك ملابس مشي أمورك فيها ورجع الباقي أمسكي لا تخليني حين أوريك اللي عندي أصدمك والله مشي أمورك ورجع الباقي مشي أمورك ورجع الباقي ما صار شيء غلط الحركة هذه ما تسويها حقي شيل فلوسك حدنا واحد يطلع من جيب غصب كل عيش روح اتسحر يعني شنو ماش شن مسخرة انت يبيلك تربية من يدي ويديد يبيني علمك البروتوكول ال- 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 الاحترام ايش فيك فشلتنا الله يفشلك
خمس ريالات يعني كل بتجيب لك حمضيات وبزر. هذا مستواك؟ هذا مستواك خمس ريال؟ هذا مستواك؟ عيب، فشلت نفسك قدام الناس. عادي الفقر مو عيب. اي ما له شغل. وللمعلومية ترى بجيك في الحفلة الافل ومولع لمبة البنزين عشان ما نطلع ان شاء الله تعبي لي اياها فوق الاحمر. بعدين هي خلصت اقول لك على شيء، اقول لك على شيء، خل ملابسك علي انا بشتري لك اياها. تم خلص، بس تكفين دقيقه على السعر والاكس. اقول استريح الله يخليك. سعر والاكس انت لو شفتها بيحوشك جلطه بتدش المستشفى. بالعكس عندي منها بالدرج تحبها. اي اي خير ورنا، ادخلي اروح اجيبهم. اروح اجيبها بس اخاف ان رحت ما ارجع اتسحر. والله هذا اي ما قاعد اقول لك بتحوشك جلطه بس عشان تروح تجيب لي سعر رولكس وترجع. روح 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 تكفى 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 روح جيبها يا اخي. انا 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 مكذبتك، انا مكذبتك الحين. خلي انا اروح اشوفها. يلا روح ورني اياها. العين حق ما ابغى اوريك. يا عمي لا عين حق ولا الله يخليك ويسلمك. انا راح اقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، راح ابخرك انا. قوم. العين حق العين حق. لا جيت ان شاء الله للرياضه اوريك يا ساعة. اقول لك روح جيبها. الشوفه ب 150. 50 شنو ريال؟ بالدينار اي 50 ريال. ولا جنيه؟ جنيه جنيه صح؟ لا 150 ريال ريال. جنيه صح؟ ريال. زين قوم قوم قومي بالساعة. ضروري؟ ايه. بين البيبسي ولا الشيء ذيك الثاني؟ اوخ عندك بيبسي. لا يكون عندك بعد زيتونة بعد وانا ما ادري ولا اخت ماستر. قوم 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 خليني اشوف. عندي لا انت ولد خالي. ما شاء الله غني. يلا يلا خليني اشوف. عندنا اي مقاس؟ ساعة كولا بعد. اي مقاس؟ مقاس 40. ما في 40 لا تفلم. 35 لا تفلم. 35 لا تفلم لا تفلم. انقلم انا كذاب. في ساعه 40 مقاسه ولا 35؟ 41 عندي منها ثنتين. 41 عندي. انا بس حبيت اختبر تعرفين في ساعتك. اقول بيبسي مالتك ساعه رولكس كم قياسها؟ 41. اي موديل؟ 2009 مرتين. استراني يا تسأليني. أنسى. تبين أنا أرسل لك إياها في ديسك؟ شنو؟ أرسل لك إياها في ديسك وترجعينها. لا خلها لك بس تكفى. لما أحد يسألك مرة ثانية على مقاس الساعة رولكس لا تقول له 35 و40، قول له 41. زين في مقاسات ثانية 31. لا تفشل. 2012. شنو 2012؟ موديلها. بيبسي 2012؟ يجي كم؟ بيبسي 2012؟ 2021. 2021 كم موديلها 2021؟ ما في بيبسي 2021. كم موديلها جل؟ 2018. اي 2018 اي في شي 2018 ترى ما يضحك. كم؟ اي 2018 في 2018 ايش قلت لك انا؟ طيب ديزل وبنزين. شو ديزل وبنزين؟ طيب انت عندك ساعة رولكس ولا لا؟ اي طبعا عندي اثنين. بالله ورينا واحدة. وريتك انا مرة. لا بشوف الحين بعد. بتمقلها. ليش تمقلها؟ هذه اللي كنت تبيني اكسرها تذكر؟ طيب ورينا يا اخي. ترى تخيل بكره اروح الرياض واروح اشتري. ولا خلق أقوم أجيبها من داخل من كبر ذا البيت عاد. ومين ذيك اللي حطتها وراء؟ هذه أنا لما رحت أفريقيا. صراحة باين عليك الصراحة ملامحك أفريقية صدق. صح شحلاتي أنا ين كذي. كل ما أروح أي ديرة زين اسمع، كل ما أروح أي ديرة كذي أحب أحد يصورني بهالشكل يعني. شفتي شلون؟ طيب ترى أحكام كسر ساعات رولكس. كيفك أنت؟ كيف؟ إذا فزت عليك أكسر ساعة الرولكس، وإذا فزت عليك تكسرون ساعة الرولكس. أكسر ساعة الرولكس عشان حكم؟ وبك وأنا أكسر ساعة الرولكس عشان حكم؟ يجيب المليون؟ لا أجيب 2 مليون وبعدين تعال حاطشيني يقول لي تكسر ساعة الرولكس. طيب لو جيت مليون تكسرين ساعتك؟ 2 مليون. لا مليون تكسرين. لا 2 مليون. لا مليون. 2 مليون. مليون. 2 مليون. مليون. 2 مليون. يا أخي ساعتي غالية.
فيها دايموند من داخل، فيها الماس من داخل. كل غالي يرخص لي صح ولا لا؟ كل غالي يرخص لي صح ولا لا؟ لا ومع ذهب بعد. برسلك بس خير. زيد زيد بكرة مع زواج وارجعها لك. شنو؟ زيد لي بحضر فيها زواج وارجعها لك. عميز الزواج. مو زو مو بحضر فيها زواج صديقي. زواج منو؟ يا عبالي منو راح يطلب وجهك غيري؟ صدق لو 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 صدق صدق هذا سؤال صدق، لو تقدمتك توافقين ولا لا؟ صراحة. لا. وجعت وجعت تبدي تقولي آمين. تبي تكذب عليك حبيبي حبيبي؟ المفروض انا عندي مواصفات وايد 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 يا سعود، ما تقدر عليها يا سعود. كم عمرك انت؟ كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ اكبر منك طبيعي يعني. طيب كم عمرك كم يعني؟ ما يصير اقول قدام الناس كم عمري. وليش ما تقولي؟ ليش حرام يعني ولا شنو؟ حرام عليك عيب. وبعدين تعال منو ريناد؟ ريناد لو 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 توافق علي بعطيك بلوك. منو ريناد؟ ما له دخل، لا تسألين عيب. كم عمرك؟ 31 32 33؟ ايه صغير عجوز. تبيني اخذك انا بعد؟ دزي امها ولا لو انك اخر حبة في العالم. تحمد ربك يا معفل لو انا وفيت بيقول كعبة. لو تقولين اعطيك 100,000 دولار ما اخذك. احسن عساك ما تاخذني ولا ابيك اساسا ولا يفرق عند يدي. اقول استريح وتب واسكت. وي اخر اخر عمري اخذ ممثل فاشل. وانا اخذ عمري اخذ لي واحد تافه نفسك خير. ما تدري ان قدامها جور التمثيل راح يتعدى ويتعدى اشكالها بالتمثيل. ترى انت زوجتها، ترى انت زوجتها. دقيقه يا عيال دخل يا عيال كلكم ضيفوا رانيا قربت تدخل 400,000. ندخل 400,000 وقولوا لها بس ممثل جاب تيك توك صح كلك المليون قبل الله يكمل علي الشهر. ان شاء الله تتزوجين قبل تدخل المليون يا رب يا رب. الله يقطع سنك وقطع علاقتي فيك. خبرك الساعات والله بالعكس توفرين والله. سوي تعال قاعد تصوم؟ ايش دخلك؟ هذا شيء بيني وبين رب العالمين. لا قاعد اسال الدبل شباب. ها الذئب تعال شلون ادبل يا عيال ادبل ادبل ايش انا شلون بطل الدبل انا؟ انت مستواك مستوى ادمي. اتش اي شفتي هذا اي اتش اي عيني شوفينا هذا لو داعمينك او متابعينك كل واحد يشحن 10,000 نقطه ما يفوز عليه. فاهم ولا مش فاهمه؟ كم مرة فزت عليك يعني عادي؟ أتحداك تاخذين ذا الجولة. أنت جاي على آخر دقيقة؟ أتحداك تاخذين ذا الجولة. لك آيفون 14 هدية. لو أنا فزت عليك الجولة ليش شنو؟ آيفون 14 هدية. 2014؟ اسمه جاه. آيفون 14. 2014. لو أنا فزت عليك الجولة. لو أنا فزت عليك الجولة صح؟ أبد تم. خير خير يطلع منك تليفون. ليش ما يطلع؟ ما يطلع منك تليفون. تطلع منك شيء أساسي؟ 2014 يقول أوكي ما يلا فوزوني خلنا نشوف. هذا وهذا كذاب ما يطلع منه الشيء. سمعوا مني والله والله ماكو شغل فيه. رانيا أمس اشترت ذي. تدري أقول لك الأشياء قطتها داخل ولا أجيسة ولا أستخدمها ولا شيء. كان شحنتي لي أدرين إني صراحة دورة سماعة. ألو ألو إيه هذا قاعد تثبت لي يعني إنك حطيت هذه وأنت قاعد تسولف معي. ألو ليش رانيا تسمعيني؟ سؤال رانيا دقيقة خلاص أفكر. سؤال تفضلي. أنت الحين يعني قاعد تقنع يعني. أمها بروح أتسحر بس بصوم وأجيك بصوم وأجيك لحقين عليك ترى يعني يا عيال. الحكم الأول رانيا تكسرين صور من صورك اللي وراء. الثاني الحكم الثاني ترسلي لي آيفون 14 ذهبي
650 جيجا، لا 250، ماكو 14 ذهبي، ماكو، لا تفلم. ورب الكعبة في 14 ذهبي، في كاميرتين 14 ذهبي برو ماكس. اي اي كاميرتين، لا ما في، مو كاميرتين، مو كاميرا واحدة، لا ثلاث كاميرات. لا ما في والله، والله في، انا امس رحت جوالات بشتري طلع غالي. شنو هذا، مباراة شغالة ولا شنو، مو فاهمة شيء. والله في ايه، زين اوكي غيره، ايه يقولوا لي موجود اوكي بعد. ايه طمعان فيني انا ادري، طمعان فيني وي مكتوب عليه دفيعه، ايه طمعان فيني. لب الشوكر مامي انا، يا لب كمل كمل بعدين، لب الشوكر مامي انا. اسمعي اكم الثاني، تركبي لي التقويم فوق تحت عند صفوة مهيدب، لا اعلان مو صفوة مهيدب، اي محل تقويم. هذا متعب الحين انا، هي بكره تجزي لي طياره الكويت اركب تقويم ارجع. ليش حرات اسنانك حلوه، بس اني شن هنا، لا لا كل ما اكل يدقر فيه رز ولحم، فابغى لا 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 حلوه حلوه حلوه، هذا كل شيء يدقر فيه رز ولحم، لا حلو حلو، تينن اسنانك مميز تينن. طيب خلاص، طيب ايش فيك، سوي لي باتكس هنا، ما يسمونه تاكسس. زين اقول 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 اسمع اسمع، تابعت مسلسلاتي؟ اوف اوف، بطلة بطلة، اقسم بالله مبدع. قول والله اشكرك اشكرك والله على التمثيل، انت ابو شافر. شنو اكثر، شنو اكثر مسلسل حبيته؟ ومش اسمهم نسيته مصر، الدبل الدبل حبايبي راح يتبطل بعد شوي، أمانة أبي أفوز بالجولة عشان الله يحكم علي. الجولة يا شباب، الجولة 600 سكور، إيه 600. أعجبني مسلسل لندن، راح نوصل. شنو لندن؟ أقول تابعت دفعة لندن هذا مرة. إذن أنا ما كنت موجودة بلندن، دفعة لندن. أدبل عيال أدبل، للحين ما تبطل، انطر للحين ما تبطل حبايبي، نطروا نطروا حبايبي نطروا، للحين ما تبطل لا تكملوا، نطروا 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 والله، بس يلا الحين تبطل، بلشوا بلشوا. الدبل الدبل أبي أفوز عليه، أبي أفوز عليه. إزين شنو كمل، حياتي الممتلية الممتلية، أبي أفوز أبي أفوز بالجولة. مسلسلاتك بطلة بشكل عام، بس أنا ما ركز. دبل دبل لا تهدوني. إنزين غيبوبة، أوف غيبوبة غيبوبة، هذا فيلم؟ إيه هو فيلم، إيه أنت شفته؟ أب 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 أمانة جبار، يخدي تنفيذ يا أخي عجبني، تخيلي أسفه كلمة ثانية وركز على تنفيذ يا أخي، تمثيلك جذاب يا الله. أيوة أنا قاموس أنا قاموس، حياتي المثالية. أيوة أيوة بعد عمري فدو فدو فدو، وين هذا، ليش ما بين عندي، وهمي أو شنو، مخفي وهمي، وهمي مخفي مخفي مخفي، ما بين من اللي دزلي، ما بين. زين كمل، ديروا بالكم من جحفل انا راح عادي يفوز عليه. زين كمل، حياة مثالية. اوبا 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 يا مسلسل ده، ايش 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 رايك، ايش رايك بال رايني عطني كذي عطني كذي، يعني احب مسلسلاتك، انا لا شفتك يجيني انتعاش يا اخي امانه. الله، يعني انت قاعد تتمسخر صح، اقسم بالله لو ما عدلت اسلوبك معي لا تصير تفاهم اخر، انت قاعد تتمسخر صح. ايش زيد، انا قاعد افوز قاعد افوز عليك، انا قاعد افوز عليك، انا قاعد افوز عليك، انا قاعد افوز عليك، لا هذا بلا متابعه بعد عمري يحي. انا بكسرك اليوم، انا بكسرك اليوم، قد ما افوز عليك. لا تدعم نفسك، لا تدعم نفسك، مني ومن احب مثل الجوهر، تكفون تكفون، لا تهدوني. يلا اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني، امانة في عندي جحفلة، عندي جحفلة، هذا يوصل 100 ألف على طول كذي.
ما هديتني. ما انت فايزة اوكي؟ ما انت لا راح افوز، انا راح افوز. لا تخلون بيتكم الشمري بعد عمري الشمري، لا تخلون بيتكم، لا تخلون بيتكم يا فاشل. المنتكي ارحم، هذه الجحفلة وما تنحسب. جحفلة مش هذه الجحفلة وما تنحسب، هذه الجحفلة وما تنحسب. لعبت معك جولتين، الجولة راحت من فتراكم، قلت تقويم حق الايفون. هذه يعطيك العافية. اوكي العمير يعطيك العافية، متابعيني ويوسف واي ام جي وشهاب كلكم يعطيكم العافية، ومنو بعد وعبس بعد راسي والله جد يعطيكم العافية. ما هديتون هذه جعفلة ما تنحسب، هذه جعفلة لا لا جعفلة لا لا جعفلة ما تنحسب. طيب سحور، اهلي حط السحور، دزي امها وعليك حصانتين. يلا اسمع بتسحر واجيك بيبي. باي بيبي. يا وسخ هنا تراب. خلاص 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 خلاص، لا تبينها، روح لا تفشل عمرك. ما هتروز ممثلة فاشلة، توكل على الله، عليك حصنتين. يلا يا فشل يلا بسرعة تعالي لي. يلا قال اجيك ليك غلط عندك يا غصب عنك تجيني. يلا روح تكي على الفنانة فاشل، اقسم بيت المصري نفس الفنانة حياة الفهد. باي فشل.